السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسبوسه بالكريمه ديال البرتقال، كتجي لذيذه ومنعشه في هذا الصيف. نتمنىكم تجربوها لانها كتستحق التجربه. هنايا عندي المقادير، تبعوا معايا. عندي 250 غرام ديال السميده الرقيقه، السميد الناعم. عندي جوج بيضات، 7 غرام فانيلا، 14 غرام بيكن باودر، علبة زبادي كيوزن 110 غرام، كأس سكر سنيدة، وكأس تاع الزيت نباتي. يكونوا معامرين شمن الأحسن. هنايا السقوة ديال البسبوسة، نصف كأس برتقال، نصف كأس سكر سنيدة، ونصف كأس الماء. هنايا الكريمة ديال البسبوسة، عندي جوج كيسان ديال البرتقال عصير، جوج معالق كبار نشا مايزينا، ونصف كأس سكر سنيدة، وجوز الهند للتزيين. تبعوا معايا الطريقة، راهي سهلة. نتمنى انكم تجربوا هذه البسبوسة هذه لانها تستحق تجربة وزوينة بزاف. الى اللقاء، الى وصفة اخرى ان شاء الله.